كل يا جماعه دفع التامين ارادوا رص الشروط في اي استفسار توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفتح المزاد على 50,000 طن حديد في الجمارك. بدايه نقول 500,000 جنيه. 600,000 700,000 800,000 900,000 مليون. مليون جنيه. مين يزود؟ مليون ونص. اهلا يا حبيبي. حبيبي. وسدد الرسوم؟ أول واحد. 2 مليون. 2 مليون أدم بيه؟ 2 مليون ونص. 2 ونص؟ 3 مليون. 3 مليون؟ طب 4 مليون. 4 مليون؟ 5 مليون. 5 مليون؟ حلال عليك بالشفا. خمسة مليون عند ادهم بيه، مين يزود؟ 5 مليون عند ادهم بيه، مين يزود؟ على اونا، على دوا، على تري. مبروك عليك يا ادهم بيه. ويا واطي. مبروك يا ادهم باشا. متشكر. متشكر قوي. متشكر. يا ابن مجدي. بس مش هسيبك. اهلا يا بنتي، عبد المنان جوه. هاي قبلة مفيدة، خلصت جوه؟ كله تمام يا قبلة منال، ده انا خلصت كل حاجة. طب كويس قوي، روحي بقى تمامي على الفطار. ماشي حاضر، من عينيا يا قبلة. ماما، ازيك يا ماما؟ ايه يا كيس؟ ايه اللي جابك هنا؟ لا كنت عايزة احكي لك على حاجة بس يعني. نتكلم بعدين، مش وقته. ايوه بس انا في حاجه عايزه احكيها لك. قلت لك نتكلم بعدين، المغرب هيأذن علينا. طب هو انا ينفع افطر معاكو؟ لا ما ينفعش، لازم تتصالحي مع اميره وتتصافوا. هو انا اللي كنت غلطت فيها؟ ده هي اللي غلطت فيا. انت اللي زعلتيها في الاول. كيتي يا حبيبتي، انا قلت لك قبل كده 1000 مره، انت واميره لازم تتصالحوا مع بعض، لازم تتصافوا. انا كده تعبانه بينكم يا بنتي. ماشي حاضر. أنا مش فاهم، تبقى شريك إزاي وفرحان إن العيل ده لبسني في المزاد؟ معلش سامحني يا معلم، بصراحة أنا انبسطت لما لقيته داخل المزاد، حسيت إنه كبر. لا ما كبرش. ما كبرش، لسه عيل. أنت اللي كبرت وخرفت، بس أنا بقى هعلمه إزاي يتنطط علينا. ما تعملش دماغك بدماغه، لا يا معلم برضه ده زي ابنك. السوق ما فيهوش ابني وابنك. بعدين الواد ده ابتدى يتنطط بالجامد ولازم يتربى عشان يعرف ازاي يمشي على قده. طب معلش بعد اذنك يا معلم، سيبني انا اكلمه في الموضوع ده، بلاش انت. انت عارف ان هو ابن صاحبك. كلام كلام، وانت مش فالح في حاجه غير في الكلام وبس. وبعدين اسمع بقى، انا خلاص زهقت، عايز افض الشركه الهباب اللي بينا. دلوقتي بقت شركه هباب؟ تنسيت المحل ده كان اول مخزن لينا، جريت ورايا عشان تشاركني وكبرتك وبقيت اكبر اسم في السوق كله. انت اللي كبرت وبقيت اكبر اسم في السوق. انت ما شاء الله دلوقتي عندك محلات في كل حته بالهبل، حتى الشراكه اللي بيني وبينك ورقه ملهاش اي لازمه. وانا سبتك واقدر اخلعك في لحظه، ومستحملك يا اخي ومستحمل دروشتك. للدرجه دي بقيت تقيل على قلبك يا معلم بعد ما شربتك الصنعه وفهمتك الشغلانة؟ يا حبيبي ده انت قديم قوي، ده انت بقالك 20 سنة ما بتغنيش غير على الوش ده. أنا بقى سايبك وعايزك تعمل حساب للشوية اللي أنا سايبهم لك، إنما تميل ناحية الواد ده قسما برب العزة لا نسيك اسمك. ما تنسيني اسمي. سبحان الله. عايزة إيه؟
منك؟ حاضر. حاضر ايه؟ اعملي بقى. استني هنهدي على العربيات. استني. يا فاطرين احنا في رمضان يا فاطرين، حرام عليكم. تقول لا يا عبيد، حرام عليكم. احنا في رمضان يا فاطرين، حرام عليكم. يعني ايه رمضان احنا في رمضان؟ يعني هو انت ما بتكلمنيش ليه؟ عشان حاسس ان انت خطفاني، وبعدين ما حدش بيعمل كده قبل الفطار. يعمل ايه؟ هو في صيام اكتر من كده؟ اميره انت شكلك ضرب على الاخر، وانا مش قد امك. امال قد ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ يلا بينا نمشي عشان نلحق الفطار. يا اهلا يا اهلا يا اهلا بالمعلم ادهم. لا معلم، معلم يا ابن امبارح معلم. الدخلة دي شكلها دخلة ضرب. ايه؟ ناوي تطحني ولا ايه؟ عموما اضرب. انا صدري مفتوحة اهو، اتفضل. بقى انا يا ابن مجدي تضرب لي مفك في المزاد اللي بحضر له اكتر من شهر؟ هو انا عملت حاجة؟ مش انت اللي قعدت تشد معايا وتعلى؟ خفت انا ورجعت ورسي عليك المزاد. ايه؟ عاوز ايه بقى؟ قصدك لبسته. بس انا يالا عشان خاطر ثباتك ده مش هعلقك النهارده في الحديد اللي عندك جوه يا ابن امبارح. تعلق مين يا ابن اول امبارح؟ هو انت فاكر ان ابن امبارح هيسكت لك؟ ده ابن امبارح ده يعلق السبتيه تما وانت اولهم. فوق فوق يا حبيبي. وبعدين يا سيدي متشكرين، متشكرين قوي عشان مش هتعلقني النهارده. كان نفسي اشيل جميلك والله، بس للاسف ضهري وجعني. لا سلامتك يا ابو الرجال، سلامتك. بس من هنا ورايح بخلي بالك من نفسك. ما تقلقش يا حبيب قلبي، مخلي بالي من نفسي كويس قوي. اتكل بقى. هوينا طريقك اخضر. Thank you.